ازيكم؟ كويسين؟ حد مرة جرب إن هو يدخل حاجة جديدة ويقعد فيها مبسوط وبعدين بعد شوية يحس بغربة؟ يحس إن الناس اللي حواليه دول بيتكلموا لغة كأنها مش لغته؟ ياريت لو حد حس بالإحساس ده يكتب لي في الشات. ده بالظبط اللي أنا مريت بيه لما سافرت درست ماجستير في أمريكا. كانت جامعة هارفارد، كنت مبسوطة جدا جدا، وكان منظري أول يوم محاضرات المنظر ده. طبعا كانت الضحكة من هنا لهنا، من الودن للودن، شوية بقت من الخد للخد، شوية بقت من الدقن للدقن، لدرجة إن أنا كلمت الأستاذي اللي كتب لي خطاب التوصية وقلت له: دكتور أنا غلط، أنا ما كانش ينفع أجي المكان ده، انا مش قادره اواكب، مش قادره اعمل اي حاجه، الناس دي انا مش حاسه بغربه رهيبه، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل حواليا، مش قادره احس ان انا عارفه اكمل. عادي وسيمي وطيب خاطري، وفاكره بقى ان هو بيقول لي الكلام ده لمجرد ان هو يعني بيعتبر نفسه ابويا الروحي. فقال: لو انت عايزه تصدقي ان انا مش بجاملك ومش بطيب خاطرك كده بالكذب، شوفي اللي جاي ده. فجأة لقيته بعت لي ايميل ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اقراه. مبعوت من مين؟ من الدكتورة اللي مسؤولة عننا في برنامج الماجستير بتاعه، وبتقول له فيه كالآتي: احنا بنشكر حضرتك على انك رشحت لنا سماء لانها ممتازة، ولو في يوم من الايام صادفت طالبة زيها ارجو انك انت تكتب لها خطاب توصية علشان السنين اللي جاية. أنا طبعا ما صدقتش خالص إيه اللي بيحصل، أنا بعتاله بعيط ومش فاهمة إيه اللي بيحصل خالص. فصدقت الكلام اللي هو كان بيقوله بعدها بكذا شهر، لما جالي إيميل، جالي تليفون من نفس الدكتورة بتقولي: ألو سماء، بكرة حفل توزيع الجوائز. فقلت لها: اه يعني انا عارفة وهحضر علشان اسقف لاصحابي يعني. قالت لي: لا، هو انت هتسقف لاصحابك وهم هيسقفوا لك لان انت من المكرمين. لما رحت تاني يوم لقيت نفسي واخدة جايزتين مش جايزة واحدة. طبعا ما فهمتش اي حاجة خالص من اللي بيحصل خالص. وبعدين بدأت أحلل إيه اللي حصل، إيه اللي حصل، هو أنا منين كنت حالتي كرب ومنين باخد جايزتين تفوق من هارفارد. قعدت بمناسبة بقى أن أنا أستاذة جامعة وبتاع التحليل بقى وحاجات كده، فقلت أحلل إيه اللي حصل. لقيت أن التفوق ما كانش نقص مهارات، ما كانش نقص ذكاء، ما كانش نقص حاجات كتيرة قوي إحنا في مصر بنعتبر أن هي دي مقومات النجاح والتفوق. الموضوع ما كانش الشكل التقني، كان الحقيقة اللي كان ناقصني عشان أتفوق وأحضر حفلة التفوق زي دي، إنه في حاجة اسمها دعم نفسي ودعم اجتماعي. دي حاجة للأسف الشديد مش بتبقى موجودة كتير في يعني في نظام التعليم المصري، سواء كان جامعة أو كان مدارس. فقعدت أشوف هو أنا إيه اللي عملته بالظبط علشان ده يحصل. فلقيت 3 خطوات. الخطوة الأولانية إن أنا مشيت الخطوات الدراسية زي ما هي، اللي هي بحضر محاضرات، بحضر سكاشن، بلتزم بالمواعيد، بحاول اشوف ساعات مكتبيه، لو انا بشتغل مع مجموعه بشتغل معاهم، يعني انا ساعات كتير كنت ببقى قاعده زي بالظبط البنش اللي انا قاعده عليه، بس مش مشكله كنت بعد. بس هم كانوا بيلاحظوا ان انا كنت بحاول قد ما بقدر. اللي حصل بعد كده اثناء ما كنت بمشي في الخطوات بتاعه المجهود الأساسي، حسيت إن أنا مختلفة. الاختلاف ده ما كانش إن أنا أقل أو إن أنا أحسن، كان مجرد إني مختلفة، وكان لازم أحب الاختلاف ده، وكان لازم أحترمه على الأقل. وده وصلني
من الخطوة التانية، ان انا كان لازم اعرف ان انا واحدة جاية من تخصص احصاء معادلات لتخصص سياسة عامة، كلام 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 كلام، ان انا جاية من بلد الشمس فيها رهيبة لبلد المغرب بيبدأ الساعة 4 الا، حاجات كتيرة قوي قوي اكتشفت ان انا مختلفة فيها، وده وصلني للخطوة التانية من النجاح، وهو اني اطلب المساعدة. طلب المساعدة برضو للأسف مش موجود في ثقافتنا قوي، لانه معناه ان انا مش كفأة. كنت متربية عموما على ان انا لا لازم اعمل كل حاجة بنفسي، لازم ان انا ابقى قوية، لازم الحاجات دي كلها، وده مش صح الحقيقة 100% او مش صح في كل الاوقات، بس انا ما اضطريتش اطلب المساعدة غير لما كنت بغرق وكنت عايزة حد ينقذني يلحقوني. فحصل ايه بعد كده؟ بدأت احلل المشكلة فين. طيب المشكلة لقيت ان عندي 3 مشاكل، مشكلة تقنية مهارية ومشكلة نفسية ومشكلة اجتماعية. بالنسبة للمشكلة الاولانية رحت للدكتورة المسؤولة عننا في برنامج الماجستير وقلت لها يا دكتور انا زمايلي بيقروا بسرعة 40 صفحة في الساعة وانا بقرأ بسرعة السرحفاة 10 صفحات في الساعة. فروحت سألتها وما كنتش حقيقة متوقعة ان يبقى فيه مساعدة، لكن طلبت المساعدة وزي الجني العفريت كده قالت لي دي المشكلة سهلة قوي، في حاجة اسمها بيرو اوف ستادي كونسل، وده زي مكتب كده للدعم الطلابي بيقدم حاجة اسمها مهارات القراءة السريعة، ده كورس خدي. لا كنت اعرف ان في بيرو اوف ستادي كونسل ولا كنت اعرف ان في حاجة اصلا اسمها مهارات القراءة السريعة. فروحت اخذ الكورس فبقيت يعني مش بسرعة السحفاء قوي بس بسرعة القطة، بس قدرت اواكب السرعة اللي انا كنت محتاجها. الحاجة التانية اللي خدت بالي منها كويس قوي وهي ان انا كنت تعبانة نفسيا لاسباب كتير. السبب الاولاني هو ان انا كان تركيزي في مصر، لان انا لما سافرت في 2011 طبعا مع ظروف الثورة مع ظروف البلد ومع ظروف اهلي واصحابي وكل الحاجات دي، انا ما كنتش قادرة اني اركز جامد في المذاكرة. فحاجات تانية كمان كانت زي الغربة، انا اول مرة اسافر اكتر من شهر بعيد عن اهلي وانا هنا كنت لوحدي، وهنا كل الحاجة كانت مختلفة كل حاجة. فاللي حصل ان انا قلت طيب مين يساعدني؟ لقيت حاجة ظريفة جدا، وهي ان انا كنت كل ما بكلم الخدمات الصحية بتاعت الجامعة بلاقي الرسالة بتقول اهلا بيكم في الخدمات الصحية لجامعة هارفارد، لو عندك مشكلة نفسية او عايز دعم نفسي اضغط رقم 1، لو عايز اي حاجة تانية في الكون اضغط رقم 2. الحقيقة انا عييت كتير قوي هناك لاسباب غريبة جدا، سنان بقى وبطنة وحاجات كده غريبة جدا، فكنت بسمع الرسالة دي كتير قوي. فقلت ده طب يلا يعني ما نجرب. طبعا برضو لان احنا في مصر مش متعودين قوي على فكرة ان انا اطلب دعم نفسي، كأن النفسية دي مش حاجة مننا خالص. فقلت طيب اتصلت ودست رقم 1 لأول مرة، برضو ما كنتش متوقع اي حاجة، معرفش ايه اللي هيحصل. رحت لقيت اخصائي نفسي محترم جدا قاعد يسمعني ولذلك قلت له هو حضرتك بتسمع طب ما ترد عليا؟ قال لي لما هتحتاجيني ارد هرد. وفعلا هو ما ردش غير في 3 جمل، هم دول اللي فرقوا معايا جدا. الجملة الاولى كان السؤال، قال لي هو انت ايه اللي بيبسطك؟ قعدت اسبوع عشان الاقي الاجابة. قال لي طيب لما تقابليني الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده ردي عليا.
فلقيت نفسي ان انا كان واجب بتاعي ان انا اعرف ايه اللي بيبسطني، وده سؤال للاسف الشديد ناس كتير قوي ما بتسالوش نفسها. ف قعدت اشوف، اكتشفت ان انا وانا رايحه للكليه كان في طريقين، في طريق داخلي وفي طريق على النهر. الطريق اللي على النهر ده في بط بيطلع يتشمس علشان السقعه، وانا كنت بحب المنظر ده قوي بس عمري ما كنت بقعد اتامل فيه. كنت باخد الطريق اللي جوه لانه كان اقصر مش امتع، فقررت ان انا مش هعمل ده وفعلا هتمشى على النهر واقعد في الطبيعه لغايه لما حالتي النفسيه تهدى واشيل الستريس والضغط بتاع كل اليوم. الحاجه الثانيه اني بدات العب يوجا، كنت اول مره في حياتي العب يوجا، كنتش عارفه ايه اللي هيحصل. نزلت ما بدات اجرب، الدنيا مشيت كويس جدا ومن ساعتها لغايه دلوقتي وانا بلعب يوجا. فبعد كده قال لي سؤال تاني مهم قوي، مين شبكه الدعم بتاعتك؟ كنت برضو عمري ما سمعت كلمه شبكه الدعم بتاعتي، فقلت له يعني في بعض المصريين موجودين بس انا ما بعرفش اشوفهم لان ما عنديش وقت. قال لي تاني، قلت له ما اعرفش، ما عنديش حد تاني يدعمني. وبعدين قررت ان انا ادور على شبكه دعم او اخلق شبكه دعم، لان انا حقيقه كنت كاني شجره اتنزعت من جذورها وراحت اترمت هناك ومفيش جذور، فكان لازم ادور على جذور. فبقيت بدل ما بقعد مع زملائي علشان مذاكره وكلام كده، بدات اتكلم معاهم في حاجات شخصيه، هم يتكلموا معايا، يحكوا لي عن بلدهم، احكي لهم عن بلدي، يحكوا لي عن ولادهم، يحكوا لي عن دينهم، احكي لهم عن ديني، وبدانا نعمل شبكه فعلا تدعمني وتشيلني نفسيا. وبالتالي شبكه الدعم دي هي كانت دعم نفسي اجتماعي. وعشان كده انا لما روحت من مصر، لما روحت من امريكا وشفت قارنت ايه اللي بيحصل بره عشان اوصل لجائزتين تفوق من هارفارد، ما كانش قدامي غير ان انا لازم ادرس ايه اللي هم بيعملوه اصلا. فخدت كورسات دعم نفس اجتماعي، خدت كورسات تدريب حياه لايف كوتشنج، خدت كورسات كتيره جدا علشان اقدر ان انا لما ابقى واحده اكاديميه قاعده في مكتبي وطالب عايز مني مساله حل في مسائل إحصائية، وبدل ما يجي لي يسألني وأرد عليه بشكل جاف إحصائي، فبدأت إن أنا أبص في عينيه وأقول له أنت كويس؟ لأني اكتشفت إن تفوقهم ما هواش للتفوق العلمي فقط، هو تفوق أساسي، عندهم مهارات، عندهم دعم نفسي، عندهم دعم اجتماعي. احنا ما بنركزش غير على الجزء الاولاني والجزئين التانيين بيقعوا مننا. فبناشد اي ام واي اب واي استاذ مدرسه او استاذ جامعي او اي شخص عموما انه يدعم نفسه ويدعم ولاده ويدعم الطلبه بتوعه علميا ونفسيا واجتماعيا. شكرا.